الرحيم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عملي، واجعل ثوابه الجنة. اللهم أغنني بالعلم، وزينني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية. اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني، وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤس والتباؤس. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم، ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، ومن بوار الأين، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعطني كتابي بيميني. اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، وأتمم علينا نعمتك، وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة. اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلما. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك، ويكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، ويتعدون حدودك، ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت، تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارؤف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وطوقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير، وآتني تشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقني السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت، وبذنبي اعترفت، وأعوذ بك من شر ما اقترفت، وأعوذ بك من جهد البلاء ومن عذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل صاحب يؤذيني، وأعوذ بك من كل أمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر ينسيني، وأعوذ بك من كل غنى يطغيني. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي، فأنا مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فإن للسائل عليك حقا، أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم، أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه، وأن تشركهم في صالح ما ندعوك فيه، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا وعنهم، فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي الأعلين درجته، وفي المقربين ذكره. اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وأسبغ علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني، وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك،
حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك، وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاءه، ولا تأخذنا بغتة، ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، أتقلب في قبضتك، وأصدق بلقائك، وأؤمن بوعدك أمرتني فعصيت، ونهيتني فأبيت. هذا مكان العائذ بك من النار، لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم خليلك، وموسى نجيك، وعيسى روحك وكلمتك، وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو فقير أغنيته، أو غني أفقرته، أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى، وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي استقر به عرشك، وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك، وباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم، وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله ذي الشأن، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك، يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك. نجني مما أنا فيه، وأعني على ما أنا عليه، مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم، عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك، وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا. أسألك أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، وبك أدرأ في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من جميع البلاء. وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب يا رب.